بجد تحية بيك يا كابتن ميدو، بضيوفك وكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. وطبعا قبل انطلاق مباراة الأهلي والمقاولون في الأسبوع 23 من بطولة الدوري، اللي هي أكيد مباراة غاية في الأهمية بالنسبة للفريقين، معايا في هذه اللحظات كابتن طلعت محرم مدرب فريق المقاولون. كابتن طلعت برحب بيك في البداية، ويعني عايز أكلمك عن رؤيتك لهذه المباراة. أنتوا كجهاز فني كيف طروا هذه المباراة، خصوصا إن هم مباراتين في أقل من 4 أيام تقريبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بمسي على الكابتن ميدو طبعا وضيوفه. زي ما حضرتك قلت دلوقتي، طبعا المباراة جاية صعوبتها أول حاجة، طبعا أنت بتلعب النادي الأهلي، نادي كبير متصدر الدوري الفترة ديت ما شاء الله، يعني يمكن أكتر فترة في الدوري الأهلي فايق فيها، ده واحد. رقم اتنين طبعا زي ما حضرتك قلت من شوية، إن الماتشين في خلال 3 4 أيام، وده كان يعني لود على المقاولين أكتر منه الأهلي. الأهلي متصدر بيلعب وهو يعني إلى حد ما يعني مرتاح، المقاولين بيلعب مضغوط، لكن برضه صعب على الاهلي، خاصه ان هو ملاعب الفريق من 3 ايام وبيرجع النهارده تاني بيلعبه. اتكلمنا مع الولاد في اخطاء المباراه اللي فاتت، واتكلمنا وحاولنا على قد ما نقدر ان احنا نصحح الاخطاء اللي حصلت المباراه اللي فاتت. اتكلمنا على ان احنا نضيق المساحات على قد ما نقدر، خاصه في نص ملعبنا. النادي الاهلي طبعا عنده يمكن الميزه الكويسه قوي في النادي الاهلي، ان بينقل الكره، بتتنقل بسرعه ما بين اللعيبه، يعني يمكن ما عندهمش حد ان هو بياخد الكره وبيجري بيها او بيحتفظ بالكره فتره طويله. فاتكلمنا معاهم وان شاء الله باذن الله الولاد بس اهم حاجه ينفذوا، لان هم الماتش اللي فات يمكن ما نفذوش تعليمات كتير من اللي كابتن عوده قال عليها. عودة بعض اللاعبين في مباراة النهاردة، يمكن المباراة اللي فاتت كان عندكم بعض الغيابات، النهاردة عودة هؤلاء اللاعبين، يمكن أبرزهم إبراهيم صلاح في نص الملعب، كيف ترى عودة هؤلاء اللاعبين وخصوصا نص الملعب بالنسبة لفريق المقاولون العرب؟ هو إبراهيم أنت عارف يعني كان متغيب من يوم مباراة الإسماعيلي للإصابة، والحمد لله ويمكن رجع قبل ماتش الأهلي اللي فات، لكن ما كانش يشوف يعني بنسبة 100%، فإحنا يعني فضلنا إن هو يريح المباراة اللي فاتت، لكن الحمد لله ان شاء الله هو موجود النهارده. نحاول هو بيلعب هو وسوستا في نص الملعب وترك، عشان نحاول ان احنا نسيطر على نص الملعب، ونقلل من الاخطاء اللي حصلت في المباراه اللي فاتت، خاصه ان دايما النادي الاهلي في الهجمات المرتده بتاعته بيكمل من الثلاثه اللي بيلعبوا في نص الملعب، سواء عبد الله او كان هشام المباراه اللي فاتت او السوليه، دايما بيكمل في ال 18. فيعني على قد ما نقدر الحمد لله، يعني اتكلمنا مع الاولاد وهم شافوا الاخطاء بتاعتهم بتاعت المباراه اللي فاتت، وان شاء الله ينفذوا المباراه دي. مسيره فريق مقاولين السنه دي يمكن رائعه في بطوله الدوري الممتاز، رؤيتك انت لهذه المسيره السنه دي؟ بص يعني يمكن اهم نقطه بتصادف اي فريق بيبقى ماشي كويس او بتيجي في وقت بيحصل اخفاقات في بعض النتائج، يعني يمكن احنا قبل ماتش الاهلي مباراتين على ملعبنا باللعب الاسيوطي والنصر، ويمكن الفرق اللي يعني بتتعبنا شويه اللي هي بتيجي تلعب زون ديفنس قدامنا، انت عارف يعني الموسم ده احنا بنلعب يعني بكره هجوميه اكتر منها دفاعيه، من حيث الانتشار ومن حيث اداء اللعيبه يمكن قلت لك او اهم عنصر هو عنصر التوفيق. يمكن المباراتين اللي هم قبل ماتش الاهلي ما كانش فيه توفيق خالص معانا في اوقات كتير في خلال المباراه، ان احنا ممكن حتى ماتش الاهلي الماتش اللي فات والاهلي كسبان 1-0، الانفراد بتاع احمد علي الباك رايت حطها بره، كانت تقدر انها لو جت يعني يمكن كان الماتش هيبقى افضل من كده كمان، يعني ان شاء الله ربنا يخليك. شكرا. ده طبعا كان لقاءنا مع الكابتن طلعت محرب المدرب المساعد لفريق المقاولون العرب قبل انطلاق هذه المباراه. لكن خليني اقول لك يا كابتن ميدو، في هذه اللحظات خلاص لاعبي النادي الاهلي نزلوا ارض الملعب لاجراء عمليات الاحماء قبل هذه المباراه، واللي اكيد بنتمنى لهم فيها كل التوفيق ان شاء الله ان هم يحصدوا 3 نقاط تكون مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي. لكن النقطه الاهم وهو عوده جمهور النادي الاهلي اخيرا للمدرجات، حتى ولو كان 300 واحد او 300 فرد فقط من جمهور النادي الاهلي، سواء جمهور النادي الاهلي وايضا جمهور المقاولون، كل فريق لديه 300 مشجع في المدرجات. يمكن خلاص عدد الجمهور ابتدى يزيد تدريجيا، وده بعد قرارات لجنه الانديه بالامس والاجتماع اللي كان في اتحاد الكره، وتم الاستقرار فيه على عوده الجماهير بشكل تدريجي وبتحديد بدايه من الدور الثاني في بطوله الدوري هذا الموسم. اكيد عوده الجمهور عوده مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، عشان اكيد كل جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد في اي انتصار بيحققه الفريق، وبالتالي بيكونوا دافع قوي
بالنسبه للفريق الاهلي. الاهلي خلال مشواره في مختلف البطولات النهارده الاعداد هتكون 300 فرد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، حتى الان يمكن حوالي 100 فرد قبل بالظبط 35 دقيقه من انطلاق هذه المباراه، لكن متوقع العدد يزيد. وطبعا جمهور النادي الاهلي متحمس جدا للعوده المدرجات ومسانده لاعبي فريقه في مختلف البطولات خلال الفتره المقبله. في النهايه اكيد نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. عوده للكابتن ميدو. أكيد.